إن التعليم بالطرق الغير تقليدية بيكون مؤثر وفعال أكتر من الطرق التقليدية، ومن هنا قرروا إنهم يعملوا منظمة تهتم بتطوير التعليم في مصر وربطه بالتكنولوجيا. المنظمة دي اسمها iEDU، اتأسست في بداية عام 2015، لكن الحقيقة هم كانوا بيشتغلوا على الفكرة من قبلها بسنة تقريبا. المنظمة دي هدفها إنها تخلق بيئة تعاونية ما بين كل المؤسسات التعليمية والتكنولوجية في مصر، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ومن هنا يقدروا يسيبوا بصمة في مجال تطوير التعليم في مصر. وعلى هذا الأساس بتقوم بتنظيم مؤتمرات. طبعا المنظمة دي بتعمل مؤتمرات هدفها تجميع كل المؤسسات في مكان واحد، وكل مؤسسة بتقوم بتقديم ما لديها للحاضرين والمؤسسات، ويتم التشبيك ما بينهم بطرق مباشرة. وبالفعل تم حدوث أول فعالية ليهم، وقدروا ان هما يحققوا نجاح يبهر كل الحاضرين والمؤسسات المشاركة، بالإضافة إلى ان هما كمان بيشتغلوا على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. خلينا نعرف هما ناويين يكملوا على نفس الطريق بس في أماكن ومحافظات مختلفة، وإزاي يقدروا يساعدوا المشاريع الصغيرة. معايا الأستاذ محمد رضا المدير التنفيذي لمبادرة التعليم الإبداعي، والأستاذ محمد صالح مسؤول العلاقات العامة لمبادرة التعليم الإبداعي. انتم منورينا النهاردة. بنور حضرتك. أهلا بيكم. محمدين. محمدين. مش واحد اثنين. طيب أنا عايز أعرف المؤسسة معظمها من الشباب، عايز أعرف فكرها، يعني بيدور عن إيه فكرها؟ لأن إحنا اتكلمنا قبل الهوا شوية صغيرين كده، وقلنا إنه التعليم في مصر دلوقتي الحقيقة مش عايز اقول ان هو ثقيل، بس هو ثقيل فعلا. فانتوا لما بتعملوا الفكر بتاع المنظمه دي بتخلوه ناحيه الفكر الابداعي، يعني بتخلوا التعليم يبقى مبدع ويبقى فيه الناس كده تتفتح نفسها على التعليم، وانهم يعرفوا اكتر، والمعرفه تبقى جميله وسهله ولطيفه، ما تبقاش بتمثل عبء على طبقات كتيرة جدا، سواء طلاب مدارس او طلاب جامعات، وده اللي هنعرفه منكم. عايز اتعرف على فكر المؤسسة عبارة عن ايه بالظبط. اولا برحب بحضراتكم، شكرا لكم جميعا على استقبالكم للحلقه. اول حاجه احنا كمؤسسه فعلا زي ما حضرتك ذكرت في الاول، احنا مؤسسه شبابيه. الفكر بتاعنا هو نشر التعليم الابداعي وربط التكنولوجيا بالتعليم، عشان خاطر زي ما حضرتك قلتي ان التعليم بقى دلوقتي متدني جدا. الناس والجهات والطلبه نفسهم بقى عندهم ثقل من العمليات التعليميه، فبدانا ان احنا عايزين ننشر التكنولوجيات اللي موجوده في التعليم اللي طبقت بره مصر في دول مختلفه، ونيجي ننشرها هنا في مصر، ان بقت في تكنولوجيات كتير بتستخدم في التعليم فتحسن العمليه التعليميه، فبالتالي الطالب يعني يحس ان العمليه التعليميه اكتر تشويقا، بدل ما هي عبء عليه وشويه كتب بياخدهم ولا كم مذكره بيحفظهم. لا، احنا فكرنا ان احنا ننشر فكر تكنولوجيا التعليم داخل جمهوريه مصر العربيه. طيب انت بتقول ان هدف المؤسسه هو نشر التكنولوجيا، تكنولوجيا التعليم. تمام. ده ممكن يتم ازاي؟ ده بيتم ازاي حضرتك؟ يمكن احنا عملنا حاجه مؤتمر كان من قريب اللي هو مؤتمر ايديو فيجن، ده حاجه مثلا احنا عاملينها قريب. تاني هننزل يعني هنعلن عن خطه مستقبليه، هقدر ان انا يعني اتكلم عن حاجات بسيطه، ان احنا هنطلع منتجات تعليميه طالعه من المؤسسه عندنا بتساعد الطلاب ان هم العمليه التعليميه تتحسن عندهم. طيب انتوا بتعملوا عمليه ربط ما بين كل المؤسسات عن طريق التكنولوجيا، انا بس عايزه في الاول اعرف يعني ايه تعليم ابداعي؟ التعليم الابداعي باختصار ان انا بستخدم اي حاجه تبدع في التعليم، بسهل وبيسر العمليه التعليميه، بخلي العمليه التعليميه بشكل مشوق. اديني نموذج كده عشان بس ابقى فاهمه. مثلا يعني في مصلحه المناهج، مصلحه المناهج ازاي ان انا اخد الماده العلميه بدل ما اخلي الطالب نفسه قاعد بيتلقن بس، هو قاعد عمال يحفظ ويصم زي ما احنا التعليم التقليدي اللي هو موجود بالزبط. لا، انا هنا بقعد من المنهج التعليمي لمسرحيه تبع النظريات نظريات التعلم المتعدده. في نظريات الذكاءات المتعدده انا ببدا استخدم الطلبه من حيث المنطلق ده. في احنا نفسنا عامه كلنا عندنا ذكاءات متعدده. كل واحد عنده ذكاء معين، مفيش حد غبي زي ما بيتقال مثلا، بس كل واحد الاي كيو بتاعه مختلف عن التاني. بالظبط كده. في واحد عنده ذكاء لغوي بيعرف يتكلم كويس. تمام. في واحد عنده ذكاء اجتماعي بيعرف يعمل علاقات مع الناس. في واحد عنده ذكاء بصري بيحفظ المكان او بيحفظ شكل معين بمجرد النظر بس. تمام. في واحد عنده ذكاء حركي. انتوا بتوظفوا بقى التقدم. بنوظف كل ده. تمام. بنوزع الطلبه حسب الميول بتاعتهم. نبدا نستخدم الماده التعليميه
نعمل لها شكل لعبة مثلا مسرحية. انت عارف انا عارفة نوع زمان كان عندي انا مدرس كان في العلوم تحديدا البيولوجي والكيمستري، غالبا كان في الكيمستري، الكيمستري كان سيء جدا ورزق مادة صعبة جدا، فكان يعمل زي تمثيلية وازاي بقى بنحط حاجات على بعض ومش عارف يعمل ايه، فكنت تحبي يحببك اكتر في المادة وكانت تثبت المعلومة اكتر. انت بتعملوا كده بقى؟ عملناه في مدرسة انترناشونال، كان في حاجة كده من درس تاريخ، كان درس التاريخ بدأنا نوزع حسب الذكاءات المتعددة بتاعة الطلبة، بدأنا نستغل الطلبة في جزء اللي عنده الذكاء اللغوي، بيبدأ المعلم أو كأخصائي تكنولوجيا التعليم بيبدأ يوجهه إزاي يكتب سكريبت، يبدأ يكتب السيناريو هو جدا. عشان عنده ذكاء اللغوي اللي عنده ذكاء الحركي من المميزات بتاعته إن هو يقدر يمثل، يقف يقدر يمثل، فبدأ يمثل. اللي عنده ذكاء البصري بيقعد يتفرج على المسرحية. حلو جدا. انا كده طلعت بالمحصله بتاعتي، الاهداف بتاعت الدرس كلها بالكامل، النتاج بتاعي هو ان انا عايز اوصل له. صح. طب هل في فئات معينه انتوا حابين ان انتوا توصلوا لها التكنولوجيا التعليم؟ فئات محدده؟ لا، هو التكنولوجيا التعليم دمجه بين من اول كي جي لحد استاذ الجامعه. يعني اساتذه الجامعه كمان نفسهم لازم يستخدموا التكنولوجيا في التعليم. زمان او عندنا فكره ما هو مش عايز يطور، مش عايز الجديد، انا عايز احس بس ان انا اللي انا بعمله هو الصح. الجديد مش مواكب انا العصر، لازم ان انا اواكب العصر، اشوف ادور على الجديد. في ناس بتبقى حاسه ان هم وصلوا لدرجه علم معينه خلاص انا كده اكتفيت عندها، نسيوا وفوق كل ذي علم عليه طبعا، يعني في اعلم. طب ما ادور على العلم الجديد، ادور على الحديث. صحيح. في حته كمان احنا مفتقدينها، الابحاث العلميه اللي موجوده في الكليات وفي الجامعات كلها مهضوره، يعني في افكار موجوده في البحث وتركنت يا حرام. ابحاث. صحيح. ماجستير ودكتوراه وابحاث ترقيه لدكاتره، عاملين حاجات فظيعه. احنا لما جينا في الايفنت ده في ناس كانت بتيجي بافكار، افكار مشاريع تعمل طفره اقتصاديه في البلد. يا ومحبوب تخيلي. هو بالمناسبه ان انا ومحمد احنا باحثين اصلا في جامعه عين شمس في قسم اسمه تكنولوجيا تعليم، وفي اصلا عندنا في الكليات التربيه وفي كليات تربيه نوعيه اسمه قسم تكنولوجيا تعليم، فاحنا عندنا دراستنا اصلا هي تكنولوجيا تعليم في الجزئيه دي، فانتوا بتمارسوا الدراسه اللي انتوا اصلا اكاديميك. بالظبط كده، وفعليا الاندستري عموما، يعني احنا حتى بنربط الاكاديمي اللي بيتقال في الكليات عشان احنا باحثين. وفي نفس الوقت احنا يمكن انا اشتغلت مثلا في شركه لفتره بسيطه، ومحمد اشتغل في فتره بسيطه في شركات مش بتشتغل في مجال تكنولوجيا التعليم، فاحنا معانا الجزء الاكاديمي والجزء الصناعي. فهمت. الاثنين دول لما بيتجمعوا مع بعض فبتطلع بقى منتجات تعليميه. بالمناسبه احنا كان عندنا عشان درس الكيمياء اللي كانت حضرتك بالنسبه لك كان صعب، كان عندنا شركه مثلا كانت عامله حاجه اسمها واقع الافتراضي، كانت عامله ده في المعرض عندنا، ان لو حضرتك مثلا بتدي درس مثلا عن الكيمياء فبدل ما بتشوفي الماده الكيميائيه بتتحط كده، ولما بنحط مثلا مش عارف اتش مع تو بيدينا ايه والكلام ده، لا عن طريق حضرتك نضاره كده بتلبسيها انت بتعيشي جوه المعمل، فتشوفي مثلا لو حطيتي اتش 2 مع مثلا انا مش فاكر بس المعادلات كيميائيه، لا بس ولا انا فاكرها في حد ذاتها حلوة جدا. شفنا بقى فانا قاعد احنا حتى اثناء المؤتمر كان معانا حد بيلف، فجبنا مجموعه طلبه فضلوا اقعدوا البس النضاره دي، النضاره اللي في شركات اعلنت عنها النضاره مثلا واقع الافتراضي، فهو لابس النضاره بعديها بقول له طب انت ايه رايك؟ انا معايا ناس جايبهم كتجربه. قال لا ده انا اتعلمت، ده انا شفت مش عارف لما حطيت ايه مع ايه، طب طلع لي ايه، وبدل مثلا بقى لما كنا بنشوف يمكن فتره معمل اتحرق ومعمل كده، لا انا عايشته في واقع افتراضي. عندنا طلبه في كليه هندسه في جامعه عاملين مشروع تخرج الهندسه ميكانيكا، بدل مكن والات بقى بيشتغلوا والحاجات دي مكلفه، لا حضرتك بدخلك في معمل محاكاه. لو تفتكر حضرتك زمان كنا نروح الملاهي كده في حاجه اسمها المحاكاه، هو اللي بيجوا والقطر نفس الكلام بس بقى نضاره، فالطالب جوه عند حضرتك بيتفرج عليه. بالمناسبه اليابان اعلنت ان السنه دي عملوا مدرسه كامله بتطبق نظام الواقع الافتراضي من اول يوم لاخر يوم، فحضرتك بتخش المدرسه من غير كتب من غير اي حاجه، معاك النظاره، انت بتخاطب الخيال فالخيال بيثبت. طب انا هرجع اعيد عليك السؤال اللي قلته لمحمد، ازاي بتعملوا عمليه ربط ما بين المؤسسات دي كلها؟ يعني ازاي المنظمه دي تطبق اللي هي بتعمله ده التعليم الابداعي ده في المؤسسات بقى التعليميه اللي هي الاساسيه اللي موجوده في مصر؟ طيب انت بتقول النضاره دي حاجات مكلفه. لا ده انا هقول لحضرتك بقى على حاجه، احنا اول ما بدانا يعني نشتغل على المؤتمر احنا والفريق كان من سنه بدانا عملنا كده ماب، ايه
كل الجهات اللي شغاله في التعليم، جامعات، شركات، وزارات، سفارات، مؤسسات، كل ده. وعملنا المابنج دي، بدانا فعلا رحنا يمكن جهات حكوميه، كان معانا المجلس الاعلى للجامعات، كان معانا وزاره التخطيط، كان معانا الهيئه العامه للاستثمار، كان معانا مراكز تابعه للهيئات العامه للاستثمار، كان معانا جامعات زي جامعه اسيوط وجامعه وبعض الجامعات الثانيه، ممثلين من جامعات. ده قصه الجامعات. بدانا دعينا الجامعات تعالوا احكوا لنا تجاربكم. لما رحنا مثلا حاجه زي المجلس الاعلى للجامعات انا انبهرت، شفت كميه منتجات تعليميه رهيبه ومحدش يعرف عنها حاجه. ده كان مثلا حاجه. رحت وزاره التخطيط لقيتهم ان هم بيعلنوا عن مشروع تعليمي قريب جدا هيعلنوا عنه، فبداوا ان هم جم موجودين. فده قصة الجهات. بدأنا نشوف الشركات المتوسطة والصغيرة، الشباب اللي جوه الجامعات. أنا موجه للمشاريع الناشئة في الجامعة الأمريكية، فكنت بشوف بعض المشاريع اللي متعلقة بالتعليم، فدعيتهم قلت لهم تعالوا، طالما أنت عامل مشروع في التعليم وأنت مطلع يعني بدل النظارة اللي حضرتك بتكلف 1000 جنيه ولا 2000 جنيه، أنا عندي شاب بيعملها ب 75 جنيه ومش بتدي نفس القيمة ولكن بتدي بس حاجة قريبة منها. بالظبط. رحت عملت لهم معرض، فساعدت الشباب دول وجبت كل الشباب، كان عندي 35 شركه عارضه، شباب متوسطه ولسه بادئين مشروعهم لسه حتى في منهم. فانتوا بالتالي دي الطريقه اللي انتوا تقدروا تساعدوا بيها المشاريع الصغيره. بدانا رحنا وزاره زي وزاره الاتصالات، حضراتكم عندكم قطاع بيخدم قطاع التعليم، تعال عندي كحاضر، فرق شوف الشركات اللي موجوده اللي شغاله في مجال التعليم. وبالفعل الحمد لله في ممثلين من وزاره الاتصالات جم وشافوا بعض الشركات، وان شاء الله هيبقى في تعاون ان شاء الله. فده احنا بنساعد. طب احنا معانا تليفون استاذ محمد. يا استاذ محمد. الو استاذ محمد، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. اتفضل يا استاذ محمد، حضرتك عندك مشاركه؟ ايوه، انا محمد محفوظ، فاوندر لشركه شمتات بيت، هو اول مركز رياده الاعمال موجود في السويد. تمام. انا حبيت اشارك معاكم النهارده عشان انا عجباني جدا فكره اليوفيجن، ان هي بتحل المشاكل اللي موجوده في التعليم. انا عارف ان احنا يعني مش بس باليوفيجن هنقدر نحل المشاكل دي، لا احنا محتاجين حاجات كتير. تمام. تكون زي اليوفيجن واكتر برضو عشان نحاول نحل المشاكل الموجوده عندنا في مصر في التعليم. تمام. عشان كده انا حبيت اشارك معاكم النهارده، اقول لكم برضو ان انا الفيجن بتاعتي ان انا بجد احاول اغير يعني من المنظومه نفسها، ومن احنا نطور كلنا في التعليم. تمام. ده اللي انا كنت حابب اقوله لكم، وحابب بجد يعني انا معاكم في اي حاجه انتوا محتاجينها. يعني معاكم كل الدعم اللي انتوا هتقدروا يعني تكونوا محتاجينه. طب تمام، احنا بنشكر حضرتك جدا. مش حلو عليهم يا نهى، التليفون بتاع نهى جاب مشروع دخل اهو. طيب انتوا كنتوا لسه بتقولوا ان انتوا بتهتموا بالمشروعات الصغيره دي طبعا، وبتساعدوهم ان انتوا بتعرضوا لهم، هل في طريقه ثانيه بتقدروا تساعدوهم بيها؟ اه طبعا، بس دي لسه ما تمتش. احنا قريب جدا باذن الله هنعمل كده زي ميتنج كده بسيط. الميتنج ده هنجيب الشباب اللي عندها مشاريع وطبقت مش مجرد افكار، وهنجيب تمام. مسؤولين من شركات كبيره جدا في مجال التعليم وهنقعدهم مع بعض. بنعمل حاجه اسمها ماتش ميكنج. حضرتك عندك منتج ممكن الشركه دي تعمل فيه انفستمنت، تديك فلوس مقابل ان شركتك دي تكبر وهم يكون مثلا ليهم نصيب. ده حاجه. الحاجه الثانيه هجيب مثلا ناس من الجهات الحكوميه اللي محتاجه تطبق ده. يعني عندي مثلا شركه بتعمل برنامج بيساعد المدارس ان هي تبقى تكنولوجيه اكتر. حلو. فبيخلي المدرسه بدل ما حضرتك لو حضراتكم مثلا اولاد حضراتكم مثلا ليه موجودين عندهم سيستم، هتعرفي حضرتك الحضور ابن حضرتك بيحضر ولا لا، مستواه بيخلص التاسكس اللي عليه ولا لا، ملتزم مع التيتشرز بتوعه ولا لا، كل الحاجات دي حضرتك شايفاها من على السيستم. حلو. بالاضافه تطلعي تقرير كده تعرفي مستوى ابن حضرتك بيتحسن ولا بينخفض ولا ايه المواد اللي هو كويس فيها وكده. ده سيستم مثلا. تمام. موجود. احنا بنساعده ان هو يطبق في المدارس الحكوميه. حلو ده. بس انت معانا تليفون، في تعاون مش كده؟ اه لا ده ان شاء الله في تعاون. معانا تليفون، معانا الاستاذ مصطفى من القاهره. اهلا، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. انا والله يا فندم الفكره الصراحه عجباني جدا يا فندم، فمش عايز اسال محمد. انا دلوقتي شغال على فكره اللي هو التعليم اونلاين برضه، ده مختص بتطوير التعليم وما شابه، فهو التعليم اونلاين بس في جروبات. فانا كنت عايز اقدر اسال محمد لو هو يقدر يساعدني في ان انا اطلع بالفكره بتاعتي واعمل فكره تنشئ ان انا احاول ادي كورسات اونلاين على يعني على مستوى الجروبات، بحيث الشباب يلتزم شويه في الفكره دي او حاجه. جميل.
جميل. طب كويس. جميل. لا بص انا هقول لك حاجه قبل ما نطلع بريك بس. نهى والشاحل وعليك. نهى خدوها معاكم ترد بس على التليفونات. خلاص ترد بس. بس. هتجيب لكم المشاريع بتاعتك. بس خلاص ضمنتوا المشاريع كلها. بالظبط كده. طيب احنا هنخرج فاصل سريع كده ونرجع تاني عشان نكمل فقراتنا. يلا بينا. رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين مع مبادرة التعليم الإبداعي. طيب محمد بقى عايز أقول لك حاجة مهمة جدا. أنتوا عملتوا مؤتمر كبير جدا يمكن أكبر المؤتمرات اللي حصلت. بس أكيد في صعوبات واجهتكم. تشرح لي بقى إيه الصعوبات اللي واجهتكم. طبعا هو ما فيش حاجة بتيجي سهل جدا. ما فيش حلاوة من غير نار. طبعا. طبعا. بس طبعا صعوبات كتير قوي. كل الجهات في معظم الجهات اللي كنا بنتكلم معاهم كنا بنلاقي صعوبات منهم عشان خاطر يبداوا يتعاونوا معانا احنا كمؤسسه لسه يعتبر كنا بنبدا واحنا بنبدا نعمل الموضوع ده. فكانت المؤسسات كان كتير قوي بيرفضوا. وكان في ناس كانت بترفض ان هم يتعاونوا باي شكل من الاشكال حتى ان هم يحضروا كضيوف بس. فدي كان معظم الصعوبات اللي احنا كنا بنواجهها. بس احنا بنعرض صور اهي للمؤتمر والحاجات يعني. طيب من وجهة نظرك يا محمد برضو من وجهة نظركم الشبابية ايه اللي بينقص التعليم المصري؟ اهم شيء هو التعاون. يعني زمان كان الناس بتيجي من مختلف الدول طبعاً عشان تتعلم هنا في معظم الناس فعلا ده صحيح تصدق فيعني زمان حضرتك بس لا هو يا رب يرجع تاني. حضرتك انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. احنا لو بنتكلم مشكله التعليم ازاي التعليم يتحسن اول حاجه هو التعاون. احنا عندنا بنعمل حاجات كتير كويسه ولكن مفيش جهتين في مصر بيشتغلوا مع بعض. سواء وعندنا مشكله كبيره ان القطاع الحكومي شغال في حاجه والقطاع الخاص شغال في حاجه. فاول حاجه التعاون. تاني حاجه وهو الاهتمام بالبشر قبل الحجر. انا مش بتكلم اقول تعالى اصرف تكنولوجي واصرف كده قد ما بقول لك اصرف على المدرس ده ان هو طبعا. يبقى مهيئ للكلام ده ماليا وماديا ومعنويا. الحاجه الثانيه انا بتكلم فيها الطالب لازم البيئه اللي حواليه كلها تبقى مهيئه ان هو يتعلم. لان احنا في تربيه درسنا ان الطالب مش متلقي للمعلومه، الطالب مشارك في المعلومه. فاول شيء التعاون، ثاني شيء التهيئه للعمليات التعليميه، ثالث حاجه وهو تطوير المناهج. احنا عندنا المناهج شغاله من ايام عرابي ما اتطورتش. صحيح هو ده حقيقه. ده احنا على طول بننادي بتطوير المناهج. بالظبط بالظبط. فعشان خاطر ان الطالب اللي بيطلع من الكليه يلاقي سوق العمل محتاجه، ما يبقاش كل دلوقتي يمكن كلنا دلوقتي احنا شركات الناس اصدقائنا خريج كليه وشغال في حاجه ثانيه. عندنا مشكله كبيره زي مشكله التنسيق دي بتقتل طلبه. واخر حاجه بقى وهي دي نداءنا للمدرسين وللدكاتره والناس اللي بتشتغل في المنظومه التعليميه عموما، احنا كلنا عندنا هدف كبير قوي وهو ان احنا نحسن التعليم. مش هيتم لما حضرتك تحسن التعليم من خلال ان انت تطبق فعلا التكنولوجيا، تطبق مراعاه الطلبه، مراعاه الفروق الفرديه اللي ما بين الطالب. الاثنين في ديسك واحد ده حاجه وده حاجه، ده عقل وده عقل، ده فكر وده فكر. لازم يتم توظيفهم بشكل صحيح. طب كلمه اخيره بقى سريعا كده تحبوا تقولوا ايه للشباب؟ محمد ومحمد. انا هقول مقوله مفضله، لولا وجود عكس المعنى ما كان للمعنى معنى. يا سلام حلو قوي. وانت محمد؟ انا بس اللي عايز اقوله ان اي شاب عنده فكره لتطوير التعليم او عنده فكره ما يأس فعلا يبتدي يقاوم ويبتدي فعلا ان هو يجتهد على نفسه ويحاول يتواصل معانا ويتواصل مع الجهات اللي ممكن تساعده. وفعلا في يوم من الايام احنا شفنا شركات بدات من فكره لحد دلوقتي هم شركات كبيره قوي. فعلى قدر اهل العزم تاتي العزايم. ما ييأسوش، احنا كلنا هنطور باذن الله المنظومه اجلا او عاجلا باذن الله. نورتونا في عسل ابيض وعايزينكم ان شاء الله المره الجايه لما يبقى عندكم مؤتمر نخلي تدعونا ويجي عسل ابيض بقى يغطي المؤتمر تماما. طبعا هنشارككم في اي مؤتمر هتعمله.